والاهم بقى حضرتك ان انا ادرك ان انا في مرحله جلد ذات ولا عدم جلد ذات. بمعنى ايه؟ ان ساعات من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لجلد الذات ان الانسان يبقى عنده حاجه اسمها عقده ستوكهولم. ايه عقده ستوكهولم سيادتك؟ عقده ستوكهولم دي ان الانسان دايما الضحيه بيتوحد نفسيا ويتعاطف نفسيا مع الجاني، مع من يمثل بيه. يعني شفنا مثلا كان في حادثه قريبه ان في واحده ابنها حرق اخوه حي، وراحت المحكمه وتنازلت عن القضيه، قالت انا ما عنديش غيره فسيبوه، بالرغم ان ابنها كان بيضربها ويعنفها وحرق اخوه، ولكن هي عندها عقده ستوكهولم. عقده ستوكهولم دي تعاطفت مع الجاني، مع اللي مكن بيها، وبيجي لها بقى وخزه الذات، ده برضه ابني، ده انا مربياه، يعني لو هو اتاخد مني يبقى اتنين راحوا، فبتبالغ في جلد الذات هنا بصوره مرضيه. بنشوف بعض الزوجات جوزها بيعنفها، يضربها، يحقر من شانها، يمارس عليها كل انواع العذاب، وبالرغم من كده هو تتعاطف معاه وتقول لك اهو ضل راجل ولا ضل حيطه وهو ساتر البيت وهو بيصرف على الاولاد وانا اللي مقصره، فتبالغ هنا في جلد الذات. فساعات عقده ستوكهولم دي او النزعه المزوخيه اللي عند الانسان ان هو بيتمتع في تعذيب ذاته تخليه يبالغ في جلد الذات لما يقعد مع نفسه ويبقى دائم البكاء، شاحب الوجه، مش مستنفر الطاقات، عنده قله في الانتاج، مش متعاون، ما بيشاركش اجتماعيا، عنده قله في النشاط. فدي كلها بتبقى ملامح نفسيه للمبالغه في جلد الذات، يمكن مش بيشوفها غير حد متخصص.